بخصوص السيرش استراتيجي، فقبل ما ننتقل لجزئية السيرش استراتيجي في الباوربوينت، انا احب اوضح لكم الجزئية دي بصورة تانية مبسطة اسهل من المرة اللي فاتت، عشان في ناس حسيتها ما لاحظتهاش امبارح واحنا بنشرح في السيشن. الا وهي في فرق بين السؤال البحثي للكلينيكال ترايل بتجاوب عليه، وفي فرق بين السؤال البحثي اللي السيستماتيك ريفيو بيجاوب عليه. بمعنى لو انا عايزه اعمل سيستماتيك ريفيو عن الفكره البحثيه اللي قدامي، الا وهي الافيكاسي والسيفتي بتاع الباراستامول فيرسس الابروبروفين في التريتمنت بتاع مين او في علاج ايه البريماتيور انفانت اللي عندهم بوتنت داكتس ارتريوزس. تمام. الفكره البحثيه دي ان المفروض المنطقي اللي يجاوب عليها ايه، مين اللي بتقيس السيفتي والافيكاسي لادويه هي الكلينيكال ترايل او التجربه العشوائيه. ولكن انا التجارب العشوائيه اللي اتنشرت في الصين وفي امريكا وفي مصر وجنوب افريقيا وكندا وكل الدول دي، انا هجمعها سوا واعمل لها بولد اناليسيس واعمل لها سيستماتيك ريفيو. فساعتها الفكره البحثيه دي السيستماتيك ريفيو هيقدر يجاوب عليها، ولكن هيجاوب عليها من خلال ان انا بجمع ايه او بلوكينج فور ايه راندمايزد كنترول ترايلز. فبالتالي السؤال البحثي اللي قدامي ده لو انا بعمل له بايكو كراتيريا ريليتد للسيستماتيك ريفيو هتبقى بالشكل الاتي: البي هم الناس اللي عندهم بريماتيور انفنت ويز بوتنت داكتس ارتيوزس، صمام القلب عندهم مفتوح. الانترفنشن بتاعي هو الباراستامول، دواء مشهور جدا مسكن. الكنترول بتاع الابروبروفين، دواء تاني بيستخدم برضو في العلاج كمسكن. الاوت كوم اللي انا عايزه اقيسه هو الافيكاسي والسيفتي. طب الاستادي ديزاين، مين الاستادي ديزاين اللي انا بدور عليه كسيستماتيك ريفيو؟ انا بلوكينج فور راندمايزد كنترول ترايلز اتنشرت اسيت السيفتي والافيكاسي، انا بدور عليه، بدور على عدد لا يقل عن 2، من 2 فيما فوق افضل، زي ما قلنا في جزئيه الفاليديتي اوف ريسيرش كويشن. فدي الجزئيه بتاعت الريسيرش كويشن والبايكو كريتيريا بوضوح اكتر. طيب دلوقتي جت الدور ان انا اكون سيرش استراتيجي. قلنا انا مهم بالنسبه لي احول الريسيرش كويشن اللي قدامي ده، السؤال البحثي ده، لكلمات تكست ووردز او كنترولد فوكابلاريز. كلمات، الكلمات دي هي اللي هبدا اكون لها تيرمز او مصطلحات اقدر اعمل بيها سيرش استراتيجي. طيب احنا قلنا برضو امتى او ايه المواقع اللي انا ابدا ادور فيها؟ احنا قلنا امبارح مواقع كتير وهرجع لها برضو دلوقتي في باوربوينت. المواقع الكتير دي اقدر ابحث فيها عن اي كلمه، يعني الباراسيتامول اقدر ابحث بيه، الابروبروفين اقدر ابحث بيه، البريماتيور انفانت اقدر ابحث بيه، البوتندكس ارتوجز ابدا اقدر ابحث بيه. فانا اوريدي الكلمات المهمة بالنسبة لي في البايكو كريتيريا بتاعتي دي هي اللي أنا ببحث بيها على السيرش بتاعتي. إحنا قلنا الجماعة اللي هم اسمهم لايبريان، اللي هم الناس اللي بتكون متخصصة بتكوين السيرش استراتيجي، بينصحونا إن إحنا نتجنب استخدام بعض الكلمات عشان خاطر تخلي الدنيا عندنا وايد شوية، أوسع شوية، لأنها لو بقت مور سبيسيفيك ممكن نمس سام ستاديز مننا. تمام. فانا مثلا لو هاجي ابحث يفضل انك تستخدم اول 3 حاجات في البايكو كريتيريا. يقول لك يفضل ما تكتبش الافيكاسي والسيفتي، ويفضل ما تكتبش راندمايزد كنترول ترايل. ليه؟ ساعتها السيرش بتاعك هيبقى ليميتد شويه، وممكن ما تلاقيش العدد اللي هو الدراستين اللي انت بتدور عليه، ممكن تلاقي اقل، في ظل انك لو شلت كلمه افيكاسي وسيفتي وراندمايزد كنترول ترايل تلاقي عدد الدراسات كافي. ليه؟ لان انت استخدمت كلمات حددت لك من السيرش بتاعك وقللته. فدول اللي هو البي والاي والسي اهم 3 نقط احنا هنتكلم في اطارهم من حيث السيرش استراتيجي. فببساطة خالص احنا في السيرش استراتيجي امبارح قلنا ايه؟ قلنا ان احنا ده السؤال البحثي بتاعنا اللي انا لسه موريهالكم في الوورد فايل. تمام. ودي البايكو كراتيريا اللي انا لسه برضه موريهالكم في الوورد فايل، اكسبت بس ان انا زودت الاس اللي هو لوكينج فور راندمايزد كنترول ترايل، عشان في ناس عملت امبارح لابس بتوين السؤال البحثي السيستماتيك ريفيو جاوب عليه والسؤال البحثي اللي الكلينيكال ترايل تجاوب عليه. وبالمناسبه السيستماتيك ريفيو يقدر يعمل عليه سكريننج لاي نوع دراسه اوريجينال، كلينيكال ترايل، كوهارت ستادي، كيس كنترول، كيس روبرت، كيس سيريس، كل الدراسات دي ينفع اعمل لها سيستماتيك ريفيو. طيب احنا قلنا هنحول الكلمات دي لايه؟ للتكست ووردز وكنترول فوكابلري عشان اكون المش تيرمز او الترمز اللي انا اقدر ابحث بيها
على المواقع. طب ايه المواقع اللي انا ابحث بيها؟ هي دي المواقع اللي احنا نبحث فيها. احنا المفروض بندور فين؟ في الليتريتشر مثلا. تمام، انت في سهل حاجات توصل ليها، في حاجات تانية صعبة. فانت مثلا تدخل على الليتريتشر، تدور على الناريتيف ريفيوز، تشوف الابحاث الناريتيف ريفيوز اللي اتنشرت قبل كده، لو فيها اي كلمات او مصطلحات تشير لنفس السيرش استراتيجي اللي انت عايز تكونها هاتها. ادخل على ويكيبيديا، وورينا امبارح ازاي بنجيب البراند نيمز من ويكيبيديا. مايو كلينيك، تمام، المش سورش بتاع ناشونال انستيتوت اوف هيلث، هنجيب منه الانتري تيرمز. جوجل هنجيب منه، ممكن نلاقي فيه هيدلاين وبراند نيمز مشهوره وموجوده في جوجل. ريلاتيف ويب سايتس، لو انا بدور على ادويه فمهم بالنسبه لي دروج بانك ودروجز. لو انا مثلا بشتغل في مجال النباتات وفي مجال المايكرو ومجال البارة، فأنا بيبقى عندي اسم فصيلة واسم عيلة. فاسم الفصيلة والعيلة أشهر المواقع اللي بيجيب لك أسامي الفصائل والعائلات هو اسمه زاسورس. فأنت تقدر تدخل على موقع زاسورس وتقدر تلاقي عليه الحاجات دي. طيب في موقع أخير اسمه إيمتري. إيمتري ده موقع تابع لداتا بيز مشهورة جدا اسمها إمبيز، ولكن للأسف إحنا ما عندناش أكسس على إمبيز في مصر، فبالتالي ما عندناش أكسس على إيمتري. فدي نقطة يعني مهمة. دي أشكال المواقع اللي إحنا اتكلمنا عنها، ده المش سورش، ده دروج بانك، ده مايو كلينيك، ده ويكيبيديا، ده زاسورس، ده دروجز دوت كوم. ده موقع إيمتري اللي هو تابع لإمبيز. تمام، إحنا دلوقتي المفروض إن إحنا هنبدأ نبحث على المواقع دي ونجيب الكلمات المرادفة لينا. فإحنا ببساطة خالص لو دخلنا على جوجل كتبنا مش سورش، ام اس اتش سورش، هنبحث فيه عن كل كلمة حرفيا. احنا كل كلمة معانا هنبحث بيها، مش بس الكلمات اللي هي خاصة يعني بس بالسيستماتيك ريفيو، كل الكلمات يعني مش بس الأدوية. عشان في حد امبارح قال لي واحنا بنبحث بحاجة تانية غير الأدوية. أيوة، ممكن نبحث على حاجة تانية غير الأدوية. أنا هفتح مش سيرش في أكتر من مكان، ثواني عشان بس الجزئية بتاعت الشير دي بتلخبط شوية. نزلها تحت، تمام كده. احنا كده ظبطنا المش سيرش، ثلاث وثلاث مواقع عندنا. ليه ثلاث مواقع؟ عشان قلنا عندنا ثلاث نقط مهمة اللي هو البريماتيور انفانت والوز البوتنت ارتريوزس، ساعتها هيبقى اربع بقى مواقع، والباراستامول والابروبروفين. تمام، فانا اول كلمة عندي هي البريماتيور انفانت، هدخل على البريماتيور انفانت واكتب هنا بريماتيور انفنت وابحث عليه. لقيت هو بيقول لي الانفانتاي انفنت بريماتيور، هنضغط عليه على اول اختيار. نبدا ننزل تحت خالص ندور على حاجه اسمها الانتري تيرمز. هي دي الانتري تيرمز، تمام. الانتري تيرمز بيقول لك بريماتيور انفنت، بريماتيور انفنت. الكلمه المختلفه ايه؟ هي نيونيتال بريماتيوريتي، يعني هي بريماتيور. دول كلهم بريماتيور، بري تيرم، في بري تيرم، تمام. بري تيرم دي احنا ما خدناهاش، ناخدها. يبقى بري تيرم انفانت، نيونيتال بريماتيور، و بريماتيور انفانت. تمام، يبقى انت كده طلعت بثلاث كلمات. طب برضو عشان الدنيا تبقى واصله لكم اكتر، هناخد الكلمات دي ونتعامل معاها في الورد ونقول بنتعامل معاها ازاي. كده احنا بحثنا عن اول حاجه خالص اللي هي البري ماتيور انفانت. هنبدا ننزل هنا تحت. خدنا الكلام من موقع مش سيرش، يا دوب كوبي بيست، احنا ما عملناش فيه حاجة جديدة. هنبدأ نظبطه في الوورد عشان نبدأ نتعامل معاه. طيب انفانت بريماتيور هي هيها بريماتيور انفانت، فانا همسح واحدة منهم. تمام، بري تيرم انفانتس هي نفسها انفانت بري تيرمز، فاحنا هنبحث وهي هيها انفانتس بري تيرمز، الجمع ما بيفرقش، فاحنا هنمسح دول ونسيب واحدة بس اللي هي البري تيرم انفانت. البريماتيور انفانت هي نفسها اللي فوق اول واحد، فملهاش لازم. النيونيتال بريماتيورتي هي نفسها البريماتيورتي نيونيت. فكده احنا بس الحاجات اللي بينها فواصل وبنفس المعنى اللي فوق بنفس الكلمات بنفس كل حاجه بنشيل، بنسيب بس الحاجات المختلفه. المفروض ان الثلاث كلمات دول بيساووا بعض في المعنى، الثلاثه متساويين في المعنى، فالمفروض الحاجات المتساويه في المعنى بربط بينها بأور، والأور بتاعتي بتبقى كابيتال أور. دي أول معلومة نعرفها. أنا هحاول أكبر الخط عشان تكون الدنيا واضحة.
دي اول معلومه. تاني معلومه، احنا عندنا كلمه بريماتيور انفانت دي مكونه من نقطتين، فادام كلمه مكونه من نقطتين لازم احطها بين علامتي تنصيص، فكل الكلمات المكونه عندي من نقطتين احطها بين علامتي تنصيص. دي كده اول حاجه او تاني حاجه. تالت حاجه، انا خلاص خلاص خلصت الجزئيه دي، بقوم جاي حاطط الكلام ده بين اقويس اللي هي النص دائري. بس كده انا خلصت اول جزء عندي في السيرش استراتيجي. طيب بعد كده تاني كلمه مهمه عندي اللي هي البوتنت داكتس ارتريوزس. بوتنت داكتس ارتريوزس هبدا ابحث بيها على المش سيرش برضه، ندخل على المش سيرش ونكتب كري داكتس ارتريوزس ونبحث بيها، هلاقيه مطلع لي داكتس ارتريوزس بوتنت اول واحده هنختارها. هننزل تحت هنلاقيه جاي لي انترنس انتري تيرمز اهي، تمام. هنبدأ ناخد الانتري تيرمز اللي هو جايب، تمام، ونحطها هنا كوبي. بس كلمة انتري تيرمز دي احنا مش محتاجينها، احنا بس محتاجين الحاجات اللي جنبها ايه، النقط دي، هنعملها بالشكل ده ونكبرها شوية عشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لكم. بوتنت داكتس ارتريوزس اور بوتنسي اوف داكتس ارتريوزس اور بوتنت داكتس ارتريوزس فاميليال. هي فاميليال عيب ميزتها ايه؟ هي نفس الكلام اللي في الاول، ولكن هو بس الفاميليال دي زاد عليها ان الحاجه دي تكون وراثيه. احنا عندنا في حاجه هيرودوتري، حاجات فاميليال بتبقى بندرسها، فالبوتنت داكتس ارتريوزس ليها جزء يعني ليها جزء وراثي، انك ممكن لو في اخ في البيت حصل له المشكله، او ابن خالتك او ابن عمتك حصل له نفس المشكله، تحصل لك انه فضل البوتنت داكتس ارتريوزس اوبن، والثقب عنده فضل مفتوح لفتره بعد ما اتولد، كومن ان هي تحصل لحد تاني في العيله، تمام. فالجزء فيه منه جزء فاميليا وفي جزء نوت فاميليا، فجزئيه اور بوتنت داكتس فاميليا دي يفضل ان انت تشيلها عشان ما تعملش سبيسيفيستي او تبقى محدد بقى في السيرش بتاعتك على الفاميليال بس، لان ليها ريزونز تانية مش بس فاميليال. بمعنى ان اصلا البريماتيور انفانت ده طفل مش شرط خالص يبقى حد في عيلته حصل عنده ثقب خالص، بس كونه مولود قبل ميعاده طبيا هيبقى عنده البوتنت داكتس ارتيوزس مفتوحة، تمام. فبالتالي الجزء الفاميليال دي هتتشال، مش افضل حاجة انك تسيبها، تمام. فدي برضو دي جزئيه طبيه او ميديكال. وطب انا مثلا بشتغل بحث وما اعرفش، لازم ارجع برضو ان انا بقول، انا ببقى شغال سيستماتيك ريفيو، انت بتبقى ليدر للبحث وفي نفس الوقت معاك سوبرفايزر مشرف معاك. اي تخصص انت بتشتغل فيه، طب مش طب، فانت لازم يكون في حد من ذوي الخبره في التخصص معاك عشان خاطر تكون كلامك كله صح. زي ما قلنا كل كلمه بتتكون من اكتر من مقطعين بتتحط بين علامتي تنصيص، تمام. وبعد كده بنقوم جايين حاطين الجمله دي كلها بين اقويس، تمام. طيب الجمله دي والجمله اللي فوقها الاثنين دول كجملتين، ثواني هكبر خطهم خليهم كلهم 16. الجملتين دول مختلفتين عن بعض، فهربط بينهم بايه؟ هربط بينهم باند. الجملتين دول يتربط بينهم باند، بينما الكلمات المتشابهه بربط بينها باور، تمام. ده كده اول جزء عندي في السيرش استراتيجي بتاعتي، تمام. المفروض ان انا بقى لما بحط اند باجي افتح هنا قوس واقوم فاتح هنا ايه، هنا قوس كمان، تمام. عشان كده الكلام كله يبقى بين، يعني كده كل الجملة دي بين القوسين اللي هم الاولاني والاخير، كده السطرين دول كلهم بين القوسين دول، بينما لما كنت سايبها من غير القوسين دول كان كل سطر فيهم يعتبر لوحده، تمام. عشان برضو حتة الاقواس دي في حد سأل فيها امبارح، احنا بنعملها مانيوالي تلقائي. طيب انا كده خلصت البريماتيور انفانت وخلصت البوتنت داكتس ارتريوزس، نعلم عليهم بهايلايت عشان نبقى عارفين احنا خلصناهم. انا باقي لي مين؟ البارستامول، وباقي لي الابروبروفين. خلاص نقوم جايين باحثين بقى على البارستامول، احنا فاتحين له موقع لوحده اهو، نكتب فيه بارستامول وناخد الابرو هو كمان، نبحث عنه في نفس الوقت ونجيب كلماتهم المترادفه ونظبطها. احنا قلنا البارستامول مش شرط يظهر لك باسمه، ممكن يظهر لك باي اسم تاني له في السوق زي الاسيتو امينوفين، تمام. ف
فهنختار ده، مش قلنا مش هنختار الاسامي اللي تحت ليه؟ لان الاسامي هرجع لها برضو عشان زياده التاكيد، انا ليه اخترت ده ما اخترتش الباراسيتامول صلفة ولا الباراسيتامول كافيين ولا سيستاين ليه؟ لان دي مركبات كيميائيه، انا عايز الدواء لوحده مش عايز الدواء مع مركبات كيميائيه. تمام. الابره او الابره طالع زمن، هنختار اول اختيار برضو، مش هنختار اللي تحت لانها مركبات كيميائيه. تمام. الاسيتوماينوفين اللي هو الباراسيتامول دي طلعت لي الانتري تيرمز بتاعته. احنا قلنا الاسامي اللي هي الكيميائيه زي اسم زي ده، لما بنيجي نبحث بيها على باب ميد ما بنلاقيش ليها تطلع لنا نتائج، وسهل جدا خالص، احنا ممكن ندخل دلوقتي على باب ميد ونجرب نبحث. يعني في معظم الاحوال الاسامي اللي هي الكلينيكال دي ما بتطلعش ليك نتائج. تمام. هو هنا حتى ما ظهرهاش ليك، ظهر اهو الكلمه اللي عامل عليها هايلايت اللي هو الاسيتا امينوفين. تمام. فهو طلع لك الاسم الثاني بتاعه اللي بيتم استخدامه اللي هو اسيتا امينوفين، اسيتا امينوفين، اسيتا امينوفين. لو انت جايب اسم كيميائي من موقع غير المش سيرش، ما احنا عارفين طبعا ان المش سيرش وباب ميد الاثنين تابعين لنفس الموقع. تمام. فلو انت بتبقى جايب اسم كيميائي بقى من بره، لو بحثت ساعات بيه على باب ميد ما تلاقيش نتائج بتطلع لك. تمام. انت برضه المعلومه واصله لكم، احنا مش بنستخدم الاسامي الكيميائيه، هو كده كده لقيته هو بيوديك للاسيتاماينوفين لان ده الاسم اللي يستخدم في الميديكال ستادز او التجارب او الابحاث الميديكال. لو انت ابحاثك كيمياء او اي تخصص تاني تمام مفيش مشكله. دي دلوقتي بقى الكي تيرمز الخاصه بمين، خاصه بالباراسيتامول. تمام. الاسامي بتاعته اهيت، احنا هنتعامل معاها برضو عادي خالص، هنشيل علامة اللي هي النقط ونكبر الخط ونبدأ نربط الكلمات بأور كلها. تمام. أور احنا قلنا الأسامي اللي فيها حاجات كيميائية هنبعد عنها. احنا قلنا برضو نقطة مهمة، أسيتا أمينوفين وأسيتا أمينوفينول الاتنين بنفس المعنى، فأنا ممكن أمشي أقوم جاي شايل الأو والإل دول وأقوم جاي حاطط نجمة، فالنجمة دي بتعود ليا على الأو إل اللي بتبقى موجودة في آخر أسيتا أمينو. لا ثواني، احنا ده مش نفس الاسم عشان برضو اللخبطة، لا مش نفس الاسم، ديان احنا قلناها امبارح وهجيبها لكم دلوقتي في الاكزامبل، اللي هي كانت بتاعت الشيلدرن والشيلد هود والشايلد. شايلد مفيش في اخرها حاجه، شيلدرن اخرها ار اي ان، شايلد هود اخرها اتش او او دي، فانا بقوم جاي شايل هود وشايل ار اي ان وحط نجمه، فكلمه شايلد يبقى جنبها نجمه، فكلمه شايل اللي جنبها شايلد اللي جنبها نجمه دي بتعني شايلد وتعني شيلد هود وتعني شيلدرن. تمام. بنربط برضو كل الكلمات دي كلها ببعضها بور، احنا هنفضل شغالين نربط كل دول بور وبور، دول الاتنين دول بنفس المعنى، فاحنا هنسيب واحدة ونمسح الباقي. تمام. طب احنا خلصنا السيرش بتاعتنا، قلنا بنعمل ايه، بندور على اي كلمة مكونة من نقطعين ونحطها بين اقويس. تمام. في كلمة عندنا مكونة من نقطعين، لا طب ما فيش، يبقى هنبدأ نحطها بين اقويس. طب الجملة دي مع الجمل اللي فوق اربط بينهم بايه، باند، فانا عندي هنا برضو اند هربط بيها بينهم. طب انا عشان احط الجملة دي واربط بينها واخليهم كلهم جملة واحدة هزود قوس من فوق وقوس من تحت. تمام. وعامل سيف. تمام. عشان حتة الأقواس الناس اللي سألت فيها، فكده كل دول سيرش استراتيجي واحدة، نزود خطهم نخلي كلهم خطهم 16 عشان يبقى واضح لكل الناس اللي بتشوف الفيديو بعد كده. طيب آخر حاجة اللي هو الأبروبروفين. الأبروبروفين بكل بساطة بحثنا عنه ونتائجه طلعت فتحناها، ندخل برضو ناخد أسامي. قلنا الأسامي الكيميائية يفضل إن إحنا نبعد عنها، مش بنستخدمها في السيرش بتاعنا، دي أسامي الناس اللي بتشتغل كيمياء أكتر من الناس اللي بتشتغل ميديكال. إحنا بنذكر اسم الدواء باسمه مش بنذكر اسم الدواء، هو حتى بحثنا بيه طلعها لنا الاسم التاني بتاعه. ليه برضو قلنا هنا باب مد ما رفضش الاسم عشان خاطر المش سيرش
وباب مند الاثنين تابعين لنفس الجهة اللي هي ناشونال انستيتيوت اوف هيلث. تمام، فاحنا هنبدأ ناخد الاسامي دي كلها ونظبطها عندنا في السيرش استراتيجي بتاعتنا، والاسامي طبعا اللي متكررة بنمسحها، والاسامي اللي فيها مركبات كيميائية بنمسحها. دول المركبات الكيميائية بنمسحها. عندنا الايزومير والدواء زائد امونيوم، الامونيوم سولت او كالسيوم سولت، املاح كالسيوم المحلل الامونيوم الكبر المغنيسيوم واتيفر. انا كده بدات اضيف اضافه زياده على الدواء، فانا الاضافات دي مش لازماني خالص، فلازم امسحها، انا محتاجه اتعامل مع الدواء لوحده. طيب الاسم ده اسم متكرر فهنمسحه، هو نفسه اللي تحته فاحنا هنمسحه، نسيب واحده منهم بس. بعد كده نجي شايلين العلامة دي، وطبعا احنا الاسم الدواء نفسه الأصلي اللي هو الاسم ده مش موجود معانا، فهنضيفه عشان هو مش موجود في الأدوية اللي تحت، على عكس الباراسيتامول كان اسمه مكتوب. تمام، هنخليهم كلهم على خط 16 مثلا، وزي ما هم كلهم كده أو خط كده. تمام، نبدأ نربط الكلمات دي ببعضها بإيه؟ بأور، لأنهم كلمات مترادفة. الكلمة المكونة آخر كلمة معانا هتكون مكونة من أكتر من مقطع، فهنربط هنحطها بين علامتي تنصيص. إيه بالظبط كده؟ تمام، الكلمة دي هتبقى بين علامتي تنصيص. وكده كده خلصنا آخر جزء في السيرش استراتيجي بتاعتنا، ونربط بينها وبين اللي قبلها بأند. أدا أند بتاعتنا اللطيفة، وعشان نربط ما بين دي واللي قبلها نحط قوس فوق وقوس تحت، فيبقى كل الكلام ده بين آخر أقواس اللي هي القوس ده والقوس ده. فده السيرش استراتيجي اللي هي احنا عاملينها سوا دلوقتي قدام بعض في الفيديو. دي السيرش استراتيجي اللي انا كنت موريها لكم امبارح، هي نفسها هي نفسها، بس باستثناء كلمة البري تيرم انفانت هي اللي ناقصة، كانت ناقصة هنا بس، بقية الكلام هو هو وواحد وثابت. هي دي هي هي، هنبحث بدي على باب ميد وهنبحث بيها على الداتابيس. بس كده احنا عرفنا السيرش استراتيجي بتاعتنا اتكونت ازاي. طيب كده احنا كوننا السيرش استراتيجي بس ده على موقع واحد اللي هو المش تيرمز. طيب خلاص احنا كوناها طبقا للمش تيرمز، هل انا عندي اوبشنز ثاني؟ احنا قلنا عندنا اوبشنز ثاني، احنا ممكن ندخل، احنا المش تيرم ده اهم حاجه بالنسبه لنا. تمام، طب بره المش تيرمز احنا عندنا مواقع تانية ممكن نستخدمها، زي مثلا ان انا ابحث بالكلمه نفسها على جوجل. انا دلوقتي هبحث بالكلمه نفسها اللي هي اللي نرجع بقى دي للون الطبيعي عادي، ابحث على كلمه premature infants على جوجل، ابحث بيه كده على جوجل عادي خالص. تمام، فهو بيقول لك البريماتشور، هل ده بريماتشور بريماتشور بيرث مثلا، ده مايو كلينيك اهو، مش احنا قلنا مايو كلينيك كمصدر لينا، ده مايو كلينيك. ممكن نلاقي ايه؟ نلاقي ويكيبيديا، فندور مثلا في المواقع لو في ويكيبيديا، اهو ويكيبيديا. تمام، ابدا اطلع من المواقع دي هي كمان انذر نيمز مثلا، عشان في ناس قالت وانا بستخدم المواقع للادويه بس، لا احنا مش بنستخدمهاش للادويه بس، بنستخدمها لكل حاجه، اسم المرض، اسم طبيعه البيشنت نفسهم. فانا لقيت الكلمه اسمها بريماتيور بيرس، فدي ادي كلمه جديده عندي اهي اسمها بريماتيور بيرس، موجوده على موقع مايو كلينيك. تمام، فدي كلمه جديده اهي، ننزل تحت كده ونضيف الكلمة، لكن بس هتبقى منضافة بالهايبر لينك اللي هو اللينك بتاع ده، هنشيله بس اهي الكلمة اهي. تمام، فأنا ممكن أضيف الكلمة دي هنا بكل بساطة خالص اهي، وأحطها بقى بين علامتي تنصيص هي كمان، وأربط بينها وبين اللي بعدها وظبط خطهم كلهم يبقى واحد. تمام، تمري بريماتيور بيرس ضفتها، ما كانتش موجود في بريماتيور انفانت وبريماتيور بيرس ضفناها. طب ندور برضو في مايو كلينيك وفي المقال اللي مكتوب قدامنا نشوف هو هنا بقى الاسامي ليتن بريماتيور ومودريت بريماتيور دي تقسيمه. تمام،
مالكش دعوة بالتقسيمة دي، تقسيمة أطفال، مالناش دعوة بالأطفال، بتقسيمة الأطفال. تمام. هنبدأ ندي symptoms، risk factors، short complication، مش عارفة ايه، short term، long term complication prevention، مش عارفة ايه. هو هنا انت ما طلعتش من المقال غير باسم جديد واحد، خلاص كتر خير الدنيا، اللي هو ال premature birth. تمام. في بقى ال premature babies برضه، فانا برضو ممكن اخد البريماتيور بيبيز، باعتبار ان البيبيز هم نفسهم الانفنت، فانا اعتبر البريماتيور بيبيز هي كلمة مختلفة، فاخدها معايا برضو واضيفها للبحث بتاعي. تمام. ايه اعلم على دي بحيث يبقى نفس كل حاجة. تمام. هنا نكتب قبلها اور ونحطها بين علامتي تنصيص. تمام كده احنا ضفنا الكلمات بتاعتنا الجديدة، جبنا من مايو كلينيك كلمتين، خلاص انا كده ماش تورمز مايو كلينيك ويكيبيديا، ويكيبيديا فتحناه لقينا في البري تيرم بيرس. احنا عندنا البري تيرم بيرس ولا مش عندنا؟ نشوف البري تيرم، احنا عندنا كلمة بري تيرم بس، بري تيرم انترنت. تمام. وفي بريماتيور بيرس، يبقى البري تيرم بيرس هي كمان تبقى من ضمن الكلمات اللي معانا، وبرضه نحطها بين علامتين تنصيص لأنها كلمة مكونة من مقطعين. أنت معاك المواقع اللي أنا ذكرتها امبارح وبتبحث فيها، أنت الدنيا مش بتبقى ليميتد عليك لموقع لوحده أو لجزئية لوحده. احنا رصينا امبارح رصة مواقع كتير جدا، وفي نفس الوقت نفس أسامي المواقع دي أنا شرحتها لكم النهاردة تاني. أنتوا بمطلق حريتكم تبحثوا زي ما أنتوا عايزين. طيب ده اول اسم طلعنا بيه من ويكيبيديا، هو قال لك هي البريماتيور بيرس، واحنا البريماتيور بيرس دي احنا جايبينها معانا. تمام. بيقول لك دي عيال عندها جستيشنر ايدج بتاعهم بيبقى صغير. تمام. هو بيقول لك بقى اهو الاذر نيمز، البري تيرم بيرس دي الاذر نيمز، البريماتيور بيرس ودي معانا، البريميز والبريميز. تمام. فهاتي الكلمتين دول فيهم حاجه جديده عندنا، هما الكلمتين دول. تمام. احنا دي كلمات البريمس والبريمس. تمام. هما الاثنين تقريبا الاختلاف بينهم في زيادة ام او في زيادة حرف زيادة في كل كلمة. تمام. كلمتين، الكلمتين دي كل كلمة فيهم مكونة من مقطع واحد مش من مقطعين، فبالتالي انا هربط بينهم مش هحطهم بين علامتي تنصيص. تمام. تمام كده احنا ثانية عشان كده احنا زودنا السيرش استراتيجي بتاعتنا بيزد على ويكيبيديا، من الاذر نيمز بتاعت ويكيبيديا، وويكيبيديا اهي، واتكلمنا على مايو كلينيك. تمام. لقينا والله اذر نيمز تانية واحنا بنبحث نطلع، مش هنختلف. انت معاك مطلق الحرية، المقالات بتفتحها هنا وهنا وهنا وتدور فيها. جوجل نفسه لو لقيت في حاجة، في عندك السي دي سي اللي هي اللي هي السنترال ديزيز اللي هو بتاع مركز الأوبئة، فأنت برضو ممكن تبحث عن السي دي سي، ممكن ال WHO، فأنت عندك مصادر كتير اللي أنت ممكن تلاقي فيها إيه؟ تلاقي فيها other names. نفس الفكرة اللي أنت عملتها مع ال premature infant هتعملها مع ال potent ductus arteriosus، هتعملها مع البارستامول، مع الأبروبروفين. أنا بس مش عايزة أكرر عليكم نفس الكلام عشان التكرار ملوش لازمة، هو اللي أنت عملته مع ال premature هتعمله مع التانيين، ولكن هتزود في حتة البارستامول والأبروبروفين إن أنت هتدخل على موقع دراجز ودراج بنك وتبحث فيه. هتدخل هنا على دراجز، موقع اسمه دراجز وتبحث بيه، وهنا ندخل على موقع اسمه دراج بنك ونبحث فيه. تمام. ده موقع دراجز وده موقع دراج بنك. تمام. انتوا هتدخلوا على المواقع دي تبحثوا فيها على الأدوية اللي معانا، باراسيتامول أو الدواء التاني مش فارق، أهو هتكتب في السيرش مكان السيرش الدواء وتبحث عليه. في دراج بنك نفس الكلام، هتنزل تحت في السيرش وتبحث عليه. هتبحث عليه هتلاقي مرادفات الدواء وأساميه التانية طلعت لك هنا دراجز اهو. تمام. هيبدأ يطلع لك الباراسيتامول، افتح الباراسيتامول أول أوبشن معاك. تمام. هتلاقي هو بيقول لك اهو البراند نيمز، عندك بقى أسامي تانية، بص شوف الأسامي التانية دي وشوف الأسامي اللي معاك، لو فيهم أي اسم زيادة انقله،
فانا شاكه مثلا الاسم ده تقريبا مش معانا، فاخد الاسم ده واتشيك عليه، هل الاسم ده احنا ناقلينه للباراسيتامول؟ اسم بحرف السي، احنا سهل جدا احنا نعمل كنترول اف ونبحث، ما لقيناهوش، يبقى الاسم ده مش معانا، نيجي هنا عند الباراسيتامول ونكتب اور ونكتبه بيست وست تووست، تمام، ونوحد خط بتاعه، تمام، ده اسم جديد، ده الاسم الجديد اللي احنا ضفناه، كلمة بنادول احنا ضايفين، التيلونول، التيلونول تقريبا موجود برضو معانا اهو، التيلونول والبنادول. طب اخر اسم مكتوب ليه اسمه الفيندول، الفيندول الاسم ده موجود معانا ولا لا؟ سهل، كنترول اف ونبحث، ما مش موجود معانا يبقى نضيفه هو كمان، ده من اسم من اسامي البنادول. فانت هتلاقي اسامي ما ضفتهاش للسيرش بتاعك، ضفها، تمام، بس الدنيا سهله وبسيطه، تكوين السيرش استراتيجي بيبقى سهل، وهي المواقع اللي احنا قايلين عليها بتبقى كافيه ووافيه انك تلاقي فيها كل حاجه حرفيه، تمام. هنا بقى بعد كده شرح ديسكريبتيف للباراسيتامول نفسه واستخدامه وخلافه، يعني مالكش دعوة بالكلام ده، احنا بس بندور على كلمة براند نيمز اللي بتبقى ظاهرة في الأول، دي هي دي اللي بتهمنا. طيب الأسيتو أمينوفين اللي هو الباراسيتامول برضو لما نبحث بيه على موقع دراجز، احنا عندنا لستة طويلة عريضة بالدواء والميكانيزم بتاعه، ميكانيزم اوف اكشن والهاف لايف والتوكسيستي والكلام ده كله، الكلام ده كله مش مهم بالنسبة لي، المهم بالنسبة لي ان انا بدخل على جزء اسمها برودكتس، تمام، برودكتس دي، وببدأ في برودكتس ألاقي حاجة اسمها الانترناشونال اذر نيمز، شايف بقى دي كلها أسامي، شوف السيرش استراتيجي على مش سيرش طلعت لك كام اسم، وإيه الأسامي اللي في دول من دول ناقصة أنت ما خدتهاش معاك كوبي، خدها من هنا، تمام. عندك تحت برضه البراند نيم دي، وهتلاقي الأسامي مكتوبة هي في الجنب اللي هي الاسم اللي جنبه صح، تمام، وكتب لك كل دواء، بتجيب الدواء اورال ولا انترفينشن والدواء اللي مصنعه، تمام. فانت عندك هنا برضو اسامي تاني، اللي هتجيب الاسامي من فوق وهتشوف تحت وتشوف الاسامي اللي ناقصاك وتاخدها كوبي بكل بساطة، وهتربط بينها وبين الكلمة اللي قبلها بقوة، تمام، ببساطة خالص يا جماعة. في بعد كده حاجة اسمها ميكتشر برودكت، البرودكت الميكتشر دي بنبعد عنها ليه؟ لان دي نفس الفكره اللي كانت في المش سيرش اللي هي مع الصلفه مع الكافيين، لا انا مش عايز المركب مع حاجه، انا عايز المركب القائم بذاته، تمام. بس ده كده ببساطه خالص موضوع السيرش استراتيجي. بعد ما بنكون السيرش استراتيجي بتاعتنا دي بنبدا نبحث بيها على الداتابيس، فنرجع للباوربوينت بتاعنا اللطيف ونشوف احنا وصلنا فيه ليه. احنا وصلنا فيه ان احنا اتكلمنا على المواقع اللي هنبحث عنها، بعد كده ببساطة خالص اتكلمنا على ان احنا الكلمات المترادفة زي فليفر وتيست بنربط بينهم بأور، الكلمات المختلفة زي فراكشن وشيلدرن كسر وطفل بنربط بينهم بأند لانهم كلمتين مختلفتين، وقمنا جايين شارحين مثال بسيط خالص ان انا مثلا كلمة بريدج كوبري وهيستوري ماضي وسيرفال انجينيرنج او هندسه مدنيه، الكلمات دي مختلفه عن بعضها هربط بينهم بان، بينما يونيفرستي وكوليدج وهاي اديوكيشن تعليم عالي وجامعه وكليه فكلهم بيدوا نفس المعنى هربط بينهم بقول، بينما الزئبق والبلانت بلانت اللي هو الكوكب الاثنين ما لهمش علاقه ببعض فاربط بينهم بنوت، وقلنا ان نوت نادرا ما بتستخدمها، ولكن ممكن تستخدمها في احيان لو انت بتدور بس على راندمايزد كنترولد ترايل وعايز تستبعد النون راندمايزد، فهتختار نوت النون راندمايزد كنترول ترايل. قلنا حته التراكشنز ان انا لو عندي كلمه شايلد وشايلدرن وشايلد هود ممكن اشيل اخر ثلاث حروف من دي واخر اربع حروف من دي واحط نجمه، وساعتها الموقع هيبقى فاهمها ومتداركها على انها نفس الكلمه دي، تمام. ده نفس الكلام اللي احنا عملناه، ان احنا بحثنا وخدنا الاسامي المتشابهه، ده هنا كان الاكزامبل على الادويه. حته المش بيلدر اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح وقلنا ان دي حاجه خاصه بس بباب ميد، يعني حاجه زي دي ما ينفعش تعملها غير على الباب ميد، فطبعا افضل انك تكون سيرش استراتيجي منفصله ليك في الوورد زي ما احنا كنا لسه بنكونها من شويه، تمام. هنا البراند نيمز اللي في ويكيبيديا، وبرضه جبنا الكومن براند نيمز من ويكيبيديا زي ما احنا، هنا موقع دراجز، هنا دراج بانك،
تمام. احنا قلنا ان احنا اكتر 3 حاجات بنركز فيها هي البيشنت او البوبيوليشن بتوعنا والانترفنشن والكنترول الاوت كوم والاستادي ديزاين، بنحاول نستبعدهم شويتين عشان خاطر نبقى ما نبقاش فيري فيري سبيسيفيك عشان ما نحصلش من ميسنج لبعض الدراسات. تمام، دي السيرش استراتيجي بتاعتنا اللي احنا انتهينا بيها، وطبعا بتاعتنا اللي اكبر من دي موجوده في الوورد فايل، وقلنا ان احنا السيرش استراتيجي بتاعتنا الميديكال الصغيره دي بالنسبة لنا مناسبة. دي سيرش سيرش انت تكونها من على المواقع دي مناسبة جدا وينفع تنشر بها بحثك، ولكن في ناس متخصصة في كل حاجة. يعني انت لما بتتعب بتروح للدكتور، فبرضه لما انت بتبقى عايز تعمل سيرش استراتيجي بتروح لواحد اسمه اللايبيريان. تمام، اللايبيريان ده ممكن يسلم لك سيرش استراتيجي بالشكل ده. هل السيرش استراتيجي دي والسيرش استراتيجي دي الاثنين وحشين، او دي احلى ودي اوحش؟ لا خالص، الاثنين زي بعض والاثنين حلوين. هي الفكره كلها وببساطه ان هو بيبقى شخص دارس الموضوع اكتر، وهو مش شرط اصلا يبقى ميديكال ولا يعرف حاجه عن الميديكال ترمز، ولكن هو شاطر في تكوين السيرش استراتيجي. تمام، ولكن ده بيتقبل وده بيتقبل، والبحث ده يتنشر والبحث ده يتنشر. ده كده كانت جزئيه السيرش استراتيجي. المرحله الجايه نتكلم على الداتابيز.